هذا شيخ، بس شيخ يعني اريد دعاء من عندك على يعني شلون، يعني اريد يعني زوجة صالحة، لانه شيخ هنا يعني ما تزوجت أم ادري لما يعني. بعد يا خالد؟ لا والله لا والله شيخ بعدني، بعد وش قد احاول شيخ نوبات ما تصير، أيه. يعني احاول دعاء بالليل، يعني اقوم بالليل وادعي من الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الله جل وعلا يعني هو إذا اعطانا. تستطيع تكتب معي أو تسجل، يعني نعم شيخ. قل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إيه الواحد القهار، القهار. أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تيسر لي الزوجة الصالحة التي تعينني على أمر ديني ودنياي. اللهم إني الله أسألك يخليك. بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني الزوجة الصالحة التي تعينني على أمر ديني ودنياي، وأكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بالله. الله يخليك شيخ، موفق موفق يا أبا الله الوليد، يخليك. موفق، حياك الله.